أولا بحب أعرف الموضوع بشكل عام. هو بطولة كأس أفريقيا للمخبوزات، هي بطولة بتقام في المغرب في المملكة المغربية في كازابلانكا، ده تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب، وبيقام مرة واحدة كل سنتين، وهو مؤهل طبعا اللي هيفوز فيه مؤهل لكأس العالم في باريس في يناير، وده بيقام مرة كل 4 سنوات. نتكلم في الهيستوري بتاعة الخبز، الفراعنة من 4000 سنة أول حد للعالم قدم يعني إيه عيش، يعني إيه خبز، وكان دايما كان الشعار بتاعنا حتى في الوصفات اللي احنا مقدمينها نشتغل عليها هناك في الأكشن بلان، One team one goal. هو ما كانش بس شعار أو فريق واحد هدف واحد، هو كان مبدأ كنا ماشيين بيه جوه البوكس اللي احنا بنشتغل فيه. اختيار الفريق في البداية كان مفترض وفقا للرولز اللي موجودة ان يتعمل تصفيات تؤهل ان هي تطلع افضل العناصر اللي موجودة في الدولة، وده اتعمل في كل الدول المشاركة. معانا الشيف ابراهيم غوش، معانا الشيف حسين حمدي، معانا الشيف احمد مفتاح، ومعانا الشيف طبعا كابتن الفريق شيف كمال سلامه، وكان معانا برضو شيف عاطف عبد الفتاح. هو كان ما كانش داخل البوكس بس هو كان معانا كبرضو هيلب، وخد كل التدريبات بتاعه الفريق، وكان برضو تحسبا لاي ظروف برضو تحصل كان هو هيبقى هيلب لينا، وكان يعني قام بدور ومساعده جميله في الفريق عشان خاطر بطوله كبيره، بطوله بينافس فيها 8 دول افريقيه ليهم خبرات كبيره، بيدربوهم مدربين اجانب، ان كانت مصر الاول، المغرب الثاني، وكوت ديفوار المركز الثالث. احنا تقريبا بقالنا اكتر من سنه بنتدرب على الموضوع ده، على الرولز اللي قبل كده كانت محطوطه عشان نبقى ستاند باي لاي رولز جديده. فدربت في السعوديه كتير، ولما نزلنا مصر قعدنا مع بعض شهر في اوتيل دربنا فيه كلنا مع بعض، ونفذنا المسابقه بالفعل كذا مره مع بعض از كومبيتيشن بالتايم بتحكيم عشان نبقى ستاند باي للاجواء هناك. هنا في ان احنا نحط فيه الحضاره والحاضر كبرج القاهره والمركب الفرعوني وتوت عنخ امون، وحطينا كمان رموز مصر عليه زي السيد نجيب محفوظ، السيدة ام كلثوم، الايقونة بتاعتنا محمد صلاح. بطلب الدعم طبعا ان احنا منتخب مصر، منتخب مصر زي منتخب مصر في اي لعبة، بس احنا منتخب مصر للشفاء. يعني الشيف المصري من اشطر الشيفات على مستوى العالم، ان هو بيشتغل في كل المطابخ، بيشتغل في اللبناني، وبيشتغل في الفرنسي، وبيشتغل في الايطالي، وبيشتغل في كل المطابخ. فاتمنى ان احنا نلاقي دعم ننجح بيه الفتره اللي جايه. احنا عندنا كاس عالم في فرنسا في 2020 بنمثل مصر وبنمثل افريقيا، اتمنى ان احنا نحط نفسينا حتى وسط اكبر 3 دول او اشطر 3 دول في مجال المخبوزات.